فاكرين البنت يلي كانت على شاطئ بحر غزة قبل 12 سنة يوم الجمعة 9/6/2006؟ كانت مبسوطة مع أهلها وقاعدين بيضحكوا مبسوطين، ضربتهم زوارق الاحتلال الإسرائيلي. أيامها استشهد والدها، خواتها 4 وخالتها وأخوها. وصوبت والدتها، خواتها 4 كمان وأخوها، وهي كمان صوبت. كان عمرها 12 سنة. أنا هي هاي البنت، هدى عالي غالي. أنا اليوم أقف على منصة الجامعة الإسلامية وعمري 23 سنة. أشكر الجامعة الإسلامية، كل من وقف جنبي. وأخص بالشكر والدتي يلي سهرت علي وتعبت وربتني، كبرتني، شجعتني إني أكمل تعليمي.